السلام عليكم ورحمة الله. قد يكون الرقم كبيرا، قد يكون من 1000 يومين يوما طويلة، قد يكون الألم طويل وكبير، ولكننا صمدنا، وبكل ما هو قاسي في هذه الأيام أصبحنا أقوى. وبالتأكيد بأن هذه الضربات لم تقتلنا فقد قوتنا، أصبحنا أكثر صلابة بعد أن صرنا لا نخشى القتل، لا نخشى الحرمان، لا نخشى السجن، لا نخشى التعذيب، لا نخشى فقدان أعمالنا. لم تعد الرصاصة ولا الدبابة تخيفنا، وصور رجال الأمن التي كنا ننظر لها بريبة لم تعد تهيبنا ولم تعد تخيفنا، بعدما علمنا بأنها لا تحترم حقنا في الحياة، ولا تحترم حقنا في الاعتصام، ولا تحترم حقنا في التعبير عن رأينا السياسي. من المهم أن نشير إلى أن 1000 يوم هي قصيرة في حياة الشعوب. من المهم أن نعلم بأن هدفنا الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والتحرر من العبودية والديمقراطية. من المهم أن نعلم بأن لكي نعيش حياة أفضل، ولكي يعيش أولادنا حياة أفضل مما عشناه في العقود الماضية، علينا أن نصبر، علينا أن نصبر، علينا أن نستذكر بأن وطننا في حاجة لنا، علينا أن نستذكر بأن وطننا في حاجة إلى أن لا ننسى الرؤوس المهشمة، لا ننسى الصدور المخرقة بالرصاص، علينا أن لا ننسى الأجساد الملونة بالسياط، علينا أن لا ننسى رموزنا في السجون، علينا أن نستذكر بأننا يجب أن نستمر، يجب أن يكون ذلك الألم الذي عشناه، ألم الأمهات، ألم الصغار، ألم المهجرين، ألم الذين يعيشون مختبئين هاربين من الجلاد، هاربين من السجن. علينا أن نستذكر بأن هؤلاء كلهم وصمود هؤلاء كلهم يستاهل أن نصبر، وحتى وإن عشنا 1000 يوم أخرى، بالتأكيد بأن لكل عمل، لكل جهد له نهاية. وهذه المرة كما كررنا باستمرار لتطول، ولكنها يجب أن تكون الأخيرة، الأخيرة حتى نصل إلى الحرية، الأخيرة حتى نصل إلى التغيير، حتى نعيش في وطن يضم الجميع، في وطن يحمينا، يحفظ كرامتنا. يجب علينا أن نستمر، وأن تكون 1000 يوم كما قال إمامنا، نعيش وكأننا سنعيش إلى الأبد، ونستذكر بأننا في يوم ما سوف تتغير الأمور، وقد تكون أقرب مما نتوقع. والسلام عليكم.